صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في كفر الإباء والاستكبار ككفر إبليس، هل يشترط له انتفاء الانقياد الباطن؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم: كفر الإباء والاستكبار ككفر إبليس، هل يشترط له انتفاء الانقياد الباطن؟ أخي، يلزم من الإباء والاستكبار يلزم منها كفر الباطن. يعني نقول إبليس ما ندري عن باطنه، ما هو بكافر، ما ندري عن من يقول الكلام هذا، ربما يقوله المرجئة، وهذا نتيجة ترك مذهب السلف الصالح. حتى إبليس بيعذرونه، يقولوا ما ندري هو ايش اللي بقلبه، ما يجوز الكلام هذا. يلزم من الاستكبار والإباء يلزم كفر الباطن. نعم.